بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو عدة بطاقات من بطاقات التعلم الذاتي والمادة التعليمية لمبحث تكنولوجيا الصف العاشر، وسنبدأ في جداول المحوسبة وهي البطاقة الأولى. أنا صف الظهير، أقدم محتوى تعليمي على اليوتيوب، يرجى أن تدعمونا ولنبدأ على بركة الله. طبعا في البداية يبدأ لك تلخيص الجداول الورقية والجداول الإلكترونية. في تعريفها، الورقية طبعا هي يدوية تتكون من أعمدة وصفوف ويتم تسجيل فيها البيانات، لكن الجداول الإلكترونية هي نفس التفصيل، لكن هنا فقط هنا إلكتروني لكن هنا يدوي. ومن ثم يأتي إليك بخصائص، هذه الخصائص يتم تجميعها على شكل أسئلة، بمعنى أن ما زمن البحث عن معلومة، وهنا يأتي سرعة البحث عن المعلومات، ففي الورق كثير في قليل. سهولة تغيير وتنسيق معين للبيانات، هنا صعب في الورقي لكن في الإلكتروني سهل. الجهد في كتابة البيانات في الورق كبير، في الإلكتروني قليل. سرعة التغيير، تغير محدود المين، صعب التغيير، هنا سهل التغيير. سرية المعلومات خالية من السرية. طبعا هنا أريد أن أجمل لكم هذه الأمور في جدول آخر، وهنا هذا هو الجدول بشكل أفضل من المادة التدريبية في جزئية كل ما يتعلق بالمادة التدريبية والفرق بين الجداول الورقية والجداول الإلكترونية. سنستكمل الآن عملية الشرح. طبعا خصائص الجداول الإلكترونية متوفرة لديك، لكن هنا أنا فقط سأعرض حل الإجابات وليس عملية شرح، لأن هذه الجزئية قمت بشرحها بالتفصيل، وستجد الشرح في قوائم التشغيل في القناة، ستجد قائمة تكنولوجيا الصف العاشر. طبعا هنا سنبدأ في فقط في الحل، وسنبدأ بالنشاط الأول، وهنا يريد منك عدة خصائص بعض الجداول الإلكترونية. طبعا وهنا سرية المعلومات، توفير الوقت والجهد، مقارنة سريعة جداول حول المعلومات المخزونة، تمثيل النتائج الحسابية دون إعادة العمل. طبعا النشاط الثاني يريد منك أن تحل مصطلحات علمية، في البداية البرمجيات المحوسبة وهي برامج حاسوبية تقوم بمعالجة النصوص والأرقام، الجداول الورقية رسم مخطط يدوي مكون من صفوف وأعمدة ينتج عن خلايا تسجل بيانات، الجداول الإلكترونية رسم مخطط إلكتروني. إذن هنا الفرق يدوي والجزئية الأخرى إلكترونية. طبعا هذه ستكون صفحة رقم 10. طبعا تتميز الجداول الورقية بحفظ المعلومات لمدة طويلة، هذا خطأ. تستخدم برمجيات الحاسوب في أعمال التحليل الإحصائي فقط، خطأ. يمكن تمثيل البيانات بيانية بسهولة باستخدام الجداول الإلكتروني، صحيح. تفضل الجداول الورقية عن الجداول في أعمال المحاسبة، خطأ. طبعا من المجالات استخدام الجداول الإلكترونية البنوك وأعمال المحاسبة في التحليل الإحصائي، برنامج الجداول الإلكتروني الذي نتعامل معه في المختبر هو مايكروسوفت إكسل. من البرمجيات المستخدمة في الجداول الإلكترونية لوتس، بلانت ميكر، أو مايكروسوفت إكسل. طبعا عدد الحقول في الجداول 4، في طبعا هنا أنا أحل البطاقة هذه وهي هذا الجدول. هذا الجدول معطيه لديك، هو معطيك جدول، وبناء على الجدول يريد منك أن تحل هذه الأسئلة. طبعا بطاقة رقم 2، طبعا هنا خلية لأنها تقاطع صف مع عمود، هنا العمود وهو الحقل، وهنا الصف وهو السجل. طبعا عزيزي الطالب، هنا قام بإعطائك لك هذا الجدول. لو رأيت هذا الجدول، يوجد 1 2 3 4، يوجد 4 أعمدة 4 حقول، وعندك صف، صفين، 2 3 4 5 6، وستة صفوف أي ستة سجلات. عدد سجلات المرضى 6. طبعا أنواع البيانات المستخدمة أرقام ونص وتاريخ. عنوان الخلية لا تحتوي على اسم، على سوسن علي. طبعا سوسن علي عزيز الطالب، انظروا هنا بالنسبة لسوسن. طبعا نبدأ دائما بالعمود، فهنا سوسن علي، سوسن علي تكون في العمود ب والصف 5، فنبدأ ب5، فسيكون الحل هو عبارة عن ب5. بالنسبة للمصطلحات،
من أنواع البيانات تشمل الحروف الكلمات النص مجموعة أو هي البيانات النصية يعني مجموعة من خلايا المجتمع بشكل أفقي السجل هي تقاطع العمود مع الصف الخلية مجموعة الخلايا المجتمع بشكل عمود تحتوي على بيانات وخصائص وهي الحقل. طبعا يتم تسمية الأعمدة بالأحرف بالأرقام لا طبعا بالحروف يعتبر الوقت والتاريخ من البيانات الرقمية هو صراحة هنا نعتبره من البيانات التاريخ والوقت. طبعا هنا البيانات النصية يعني النص أو يفضل أن تكتب البيانات النصية. طبعا الحقل مجموعة من الخلايا العمودية وخصائصها متشابهة وهذا الأمر صحيح. اسم الطالب هل يمكن أن يكون مفتاح؟ طبعا لا لأنه يمكن أن يتكرر. تاريخ الميلاد لا لأنه يمكن أن يتكرر. رقم الهوية نعم لأنه لا يمكن أن يتكرر. معدل الطالب لا لأنه يمكن أن يتكرر. لوحة السيارة نعم لأنه لا يتكرر. بصمة الإصبع نعم لأنه لا يتكرر. طبعا هذه حلها، قمت بتنزيلها في فيديو خاص سأترك لكم في صندوق الوصف. الآن سنحل البطاقة رقم 3. اكتب المصطلح العلمي حقل واحد أو أكثر لا يتكرر له خاصية فريدة. مفتاح الجدول تكتب داخل الخلية وهي عبارة عن مجموعة من معاملات الدوال المعادلات الحسابية دالة لإيجاد أعلى قيمة ماكس لإيجاد مجموع قيم معينة صم. طبعا هنا لو رأيت عزيزي الطالب ستقوم فقط هنا لم يقم بترقيم لك الصفوف فقم بترقيمها. حدد مفتاح الجدول وهو رقم الطالب لأنه فريد لا يتكرر. اكتب المعادلة الحسابية لإيجاد مجموع، طبعا المجموع صم سنستخدم صم، ومجموع أحمد، أحمد علاماته بدأت من عند سي، انظر هنا سي، مع الصف 3، فهو التقاطع الخلية حتى إي 3. طبعا اكتب المعادلة الحسابية لإيجاد، طبعا نكتب هنا رقم الخلية التي توجد فيها، يعني مثلا هنا الخلية سأكتب هو يريد مجموع، فهو سيكتب في اف 3. يعني مثلا هناك اكتب المعادلة الحسابية اللازمة لإيجاد المعدل الطالب محمود، هنا مثلا محمود أريد أن أكتب المعدل، فالمعدل سيكون في الخانة في جي، فتقاطع جي مع 5، فيكون جي 5، وسنكتب افريج لماذا؟ لأن أريد المعدل، وسأبدأ بعلاماته وهو من عند سي 5 محمود حتى اي 5، من سي 5 حتى اي 5. باستخدام الدوال الحسابية اكتب المعادلة الحسابية لازم لإيجاد أعلى معدل. طبعا أعلى معدل انظروا هنا سيتم كتابته أين؟ في جي 7، في جي 7، هنا جي 7، وماكس هي أعلى معدل، وسنبدأ من جي 2، طبعا من أعلى سنبدأ من جي 2 حتى جي 6، لأنك ستأخذ البيانات الموجودة في الجدول. في كيفية التعامل مع برنامج إكسل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.